عماد عن هذه الجولة المرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى المنطقة، وعن أي بيانات أو مواقف جديدة بخصوص أي هدنة مقبلة أطلعنا عما لديك عماد؟ يعني ما نعرفه عن هذه الزيارة أنها تأتي في سياق ما قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي يوم أمس. قال إن هذا الأسبوع سيشهد تحركات دبلوماسية كبيرة وحراكا دبلوماسيا نشطا من قبل الإدارة الأمريكية لضمان إطلاق سراح الرهائن أو جزء من الرهائن أو إنهاء الصفقة التي الولايات المتحدة كما نعلم تتفاوض بشأنها هذا الأسبوع. يبدو أننا أمام مثل هذا الاختراق في بحر هذا الأسبوع، ويبدو أن الإدارة مصرة على إنجازه هذا الأسبوع، لذلك نتوقع أن نسمع شيئا ما ربما مع نهايات الأسبوع قبل يوم الجمعة. طبعا موضوع الرهائن هو أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. بالأمس جدد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على كونه يعتبر أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية، خصوصا أنه هناك مطالبات محلية بالإفراج عن هؤلاء، وأيضا هي سنة انتخابية، وبالتالي بايدن يحتاج إلى ذلك، وهي إحدى أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دعمتها واشنطن والتي بررت دخولها على خط هذه الأزمة والمساعدات العسكرية والمالية التي وجهتها لإسرائيل، بررتها باعتبارها سببا رئيسيا أو عاملا رئيسيا قد يسهم بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين، الذين كشف جو بايدن يوم أمس أن أحدهم فتى في أو طفل في الواقع في عمره 3 سنوات قتل والداه كما قال جو بايدن، قتلا من قبل حماس، بالتالي قدم الأمر وباعتباره أيضا ملحا بالنظر إلى وجود أطفال بين هؤلاء. هكذا غالبا أو هذه غالبا تعتبر على رأس أولويات المبعوث الأمريكي الذي يزور المنطقة، وهي أيضا هناك مبعوث آخر أمريكي، والمبعوث الأمريكي لليمن يزور الخليج، سيخرج اليوم في زيارة لبعض دول الخليج للحديث عن الأزمة اليمنية. أيضا هذه تقرأ في سياق الهجمات التي تتعرض لها الولايات المتحدة من قبل جماعة الحوثي، ويبدو أن الولايات المتحدة تحاول عزل الأطراف الداعمة لحماس على أكثر من جبهة لتتفرغ إسرائيل لحماس، وفي نفس الوقت لتقليل احتمالات تعرض قواتها لعمليات من قبل الجماعات الموالية لإيران في سوريا في العراق وفي اليمن. لا ننسى أن الجماعات الحوثي أطلقت صواريخ قال البنتاغون بأن مداها يصل إلى 200 كيلومتر وقام بإسقاطها، بالإضافة للمسيرات التي قامت البلاد أيضا بإسقاطها، الولايات المتحدة أقصد بإسقاطها. بالتالي هناك جهد دبلوماسي على أكثر من جبهة، أولا في دول الطوق في إسرائيل تحديدا ومع القطريين ومع مصر لضمان إطلاق سراح الرهائن، وهذه وظيفة المبعوث الذي أرسل إلى إسرائيل بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى التأكيد على عدم الذهاب بعيدا في قتل المدنيين. للآن الولايات المتحدة يجب أن نشير لم تقف بحزم ضد استهداف المستشفيات والقطاع الصحي حتى يوم أمس. الثيمة التي يكررها المسؤولون الأمريكيون بأن واشنطن ترى بأن من الواجب حماية المدنيين والابتعاد عن القتال، وهذا ربما فرق بينه وبين أوجه أخرى من القتال، هي تعارض القتال بالأسلحة في محيط هذه المستشفيات، لكنها في نفس الوقت تقول بأن حماس لديها أدلة من مصادر مفتوحة تصفها واشنطن بأن حماس تستخدم النظام الصحي وترفض لتخزين السلاح وللقيام بالعمليات ولاتخاذه كمقرات عسكرية وترفض التعليق على مستشفى الشفاء بالذات. بالتالي البيان الصحفي الذي صدر عن البيت الأبيض فيما يخص هذه الزيارة يبدو بطبيعة الحال سيتضمن الحديث عن المدنيين، لكن لا يبدو أن هذه بالضرورة على رأس أولويات المبعوث. هو يريد التأكد بأن الاستهدافات التي تقوم بها إسرائيل لا تقلب المجتمع الدولي على إسرائيل، لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة لديها مشكلة كبيرة في مقتل المدنيين إلا بالقدر الذي قد يؤثر فيه ويغير الرأي العام المحلي الأمريكي والدولي ويجبر الإدارة على اتخاذ خيارات صعبة لا تريد اتخاذها. الإدارة دخلت هذه الحرب بروحية ضرورة النصر، وبالأمس خرج بنيامين نتنياهو على فوكس نيوز وقدم الصراع باعتباره وجوديا ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا لأمريكا وللأوروبيين، حين قال إذا لم نفز اليوم غدا ستكون أوروبا وبعد غد ستكون الولايات المتحدة.